هذا الزمن أتواصل عبر شاشة متحركة وأثير يحمل الصوت ويرسله، زمن السجون الكبيرة ومواجهة تكاد تكون وحيدة الإنسان أمام الموت. تحولت البيوت إلى المكان والزمان، واستراحت كل الأماكن الأخرى، غابات، محيطات، حتى أرصفة الشوارع. فكرة الخوف التي رافقت وباء الكورونا صارت هي السائدة، الخوف من الآخر، من الأشياء، من الهواء، وحتى من الذات. هنا أود توجيه تحية حب لكل الطاقم الطبي في العالم وكل الذين في الصفوف الأمامية للمساعدة بالرغم من كل المخاطر. مناسبة لنتذكر مهمشين في المجتمع لا حجر صحي يعنيهم ولا أي شيء آخر، ودور العجزة، كبار في السن وحيدين أمام الموت، هم الذين أعطوا الكثير لا يد تمتد لتلمس جبينهم البارد أو خيوط وجوههم المتعثرة. أما أنا التي ألفت الصمت وأحببته، أرفع نظري كل يوم إلى السماء ويبهرني هذا الأزرق، تداعب روحي نسمات طرية لترسم على وجهي الضحكة، أطمئن على أحبابي عبر الشاشة والأثير، أمضي وقتا كثيرا مع أحفادي، كانت لي هدية من السماء أن تواجدت مع قسم من العائلة أثناء الحجر، نلعب، ندرس، نطبخ، نبتكر أسباب جديدة للفرح. ينتابني أحيانا موجات من القلق والشوق، ويحزنني مشهد المدن المهجورة وأنا التقط صورا للربيع والزهر. خلال هذا الوباء اكتشفنا كم أننا محاطون ومغلفون بأشياء نستطيع التخلي عنها. نحن بحاجة لأشياء قليلة جدا وأساسية جدا. قبل الحجر كان العالم يسير حتما إلى كارثة، الظلم، الجشع، الحروب على أنواعها، الجوع، العنف، لم نكن بخير. ربما هي مناسبة لإعادة تراتبية القيم الأساسية للإنسان، لعدالة أكثر ومسؤولية أكبر في القرارات الخاصة والعامة. بالوعي واحترام الذات والآخر وكل ما يحيط بنا سنكمل المشوار. كل تجربة مهما كانت قاسية هي فرصة لنضع إصبعنا على الجرح وتجميع قوانا العقلية والجسدية للمضي إلى الأمام. سلام ومحبة لكل الناس الطيبين المبعدين عن بعضهم، وأنا منهم. على أمل اللقاء